السلام عليكم. عمان بالتمام والكمال ينقضيان من عمر حكومة السوداني. عمان مرة بسرعة بحلوهم أمورهم بأحداثهم الحافلة وإنجازاتهم ومآخذهم. خلوكم ويانا في حلقة اليوم اللي راح نخصصها لإجراء جرد حساب لعمل الحكومة. من الناحية السياسية لا تزال حكومة السوداني تحظى بدعم معظم القوى الفاعلة في البيوتات السياسية الثلاثة، تحديدا داخل البيتين السني والكردي. أما داخل البيت الشيعي تحديدا الإطار التنسيقي فهناك خلافات بنيوية طفت على السطح خلال الأشهر الماضية، البعض أرجعها إلى وجود انزعاج من نجاحات الحكومة ومخاوف من نزول السوداني في الانتخابات بمعزل عن الإطار، ما يعني انحسار حظوظ الانتخابية. لكن هذه الخلافات رحلت بسبب الظروف الإقليمية الحساسة. في ملف العلاقات الخارجية البعض يرى أن حكومة السوداني نجحت في محورين أساسيين. الأول هو إجراء مفاوضات معقدة مع الجانب الأمريكي للتفاهم على إنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق، ما أثمر عن اتفاق أعلن الشهر الماضي يقضي بإنهاء المهمة في نهاية 2025. هذا الملف كان أحد تعهدات البرنامج الحكومي. أما المحور الثاني فهو نجاح الحكومة بالنأي بالعراق عن الحرب الدائرة في غزة ولبنان والحيلولة دون وصول هذه النار إلى العراقيين. حكومة السوداني انخرطت بالحراك المكثف في المنطقة ومارست الضغوط على عدة أطراف لإبعاد العراق عن الصراع، نجحت نسبيا لغاية الآن حتى ما أثير بشأن استخدام الكيان الصهيوني لأجواء العراق في ضرب إيران. فضعف التسليح وعدم امتلاك العراق لمنظومة دفاع جوية متطورة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الحكومات المتعاقبة منذ 2003. هذا ما يخص العلاقات الخارجية. شنو اللي تحقق في ملف مكافحة الفساد؟ أحد أولويات البرنامج الحكومي. خلونا نتفق بالبداية، قيمة الأموال المسروقة منذ 2003، عدد الملفات الهائل، تغلغل هذه الآفة في جميع مؤسسات الدولة وتورط شخصيات متنفذة يجعل من المستحيل تجفيف جميع منابع الفساد بغضون عامين. لكن الملاحظ أن الحكومة تقود أكبر حملة رسمية وقانونية لاستعادة الأموال المهربة للخارج وملاحقة الفاسدين. هذه حقيقة يقولها المعارضين للحكومة قبل المؤيدين لها، ويؤكدون أنهم يلمسون جدية كبيرة بمكافحة الآفة وإيقاف هدر المال العام. وحتى ملف صفقة القرن، مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري أكد قبل أيام عبر هذا البرنامج حوار التاسعة أن السوداني تعهد باستعادة نور زهير حال انتهاء الإجراءات القضائية والقانونية، وأن الحكومة لن تتهاون في بقية الملفات. زين، شنو اللي تحقق في ملف الخدمات والمشاريع؟ وكلنا نعرف أن الحكومة الحالية أطلقت على نفسها بأنها حكومة الخدمات. خلوكم ويانا لمتابعة هذا العرض وراجع لكم.